حسب رايي انا شخصي تشلك ميتين من عند ربي باش نزيدوا قاعدين يعني نغرقوا في رواحنا التفاهه ولات هي الموضه تو يا شباب فنانين يجيبون في موري خاصه بهم في العمله الصعبه تشكيات التوانسه قال لك اللي العمله الصعبه اللي قاعدين نخلصوا بها في الفنانين اللي قاعدين نجيبوا فيهم في المهرجانات لو كان نخلصوا بهم ديون تونس خير والله مدام صحيح اللي قاعدين يحكيوا فيه صحيح على خاطر بالرسمي كي تشوف وضعيه التوانسه توا والوضعيه الكاتاستروفيك في المعيشه بتاعنا وكل شيء والله الاولى ان نستثمروها في حاجات تنفعنا نحنا فهمتني ميو كو يجي فنان يغني ساعه ولا ساعتين في كرتاج ولا حكايه والناس قاعده معناها يعني تصرف في 90 و100 دينار ومارشي نوار وكل شيء باش يدخلوا معناها الفنان بعد باش يهز العمله الصعبه بتاعنا نحن ويهزها لبر الور كو برشا دي دومين في تونس هنا يتشكاو الفلوس ماهيش قاعده تخرج لبرا ليزيكسبورتاسيون ماهيش قاعده تجي كل شيء على خاطر عندنا مشكله في العمله يعني لهنا فهمتي في البنك سنترال عاد اولى والله كان شي يهزها فنان وكل شيء على الاقل نستثمروها نحن فماش حاجه تزيدنا ولا حاجه تنقصنا خير من اللي قاعدين نعطيو فيها الفنانين اللي سوا ديزون ما فما حتى اضافه قاعدين يجيبوا فيها بربي انا نحب نسال شنو فنان كي يجي من برا ويغني غنيتين في كرتاج والا دي ابسط حاجه انا نقولها حتى رغب علامه كل عام نفس الحكايه كل عام نفس الاغنيه وعام من عام 90 نفس الاغنيات وشنو هو إضافة اللي جابها لنا لأن نحن ما فما حتى إضافة كاين العباد والله أنا نتصور حتى برشا عباد قاعدة تعمل في ساكريفيس وبعد ما يكمل ساعة ولا ساعتين فن والله نتصوروا راهو يندم على النهار اللي دفع فيه 100 دينار فعلا أنه الفنانين هذوما يستحقوا باش يكونوا في كرتاج ولا في تونس من أصله ونخسروا عليهم معناه الفلوس هذه الكل والله شوف توا لو موند أكتويلمون أنا نشوف الكون وبرشا حاجات التفاهة ولات هي الموضة توا تعمل غنيتين ولا غنية تجي هنا تجي الكرتاج الناس كلها تجيك ولا هاو دي جي فلان هاو فلتين هاو كل شيء بصراحة كرتاج أنا حسب رأيي أنا الشخصي تشلك ولا إلا شما جاي يجي يطلع الكرتاج شما جاي يجي يطلع الكرتاج ما نتصورش كان الفنانين هذا ما كل قيمتهم معناها التسويقية حتى البرة ولا قيمتهم حتى الفنية كل شيء تسمح لهم أنهم يطلعوا في كرتاج حسب رأيي أنا الشخصي والله أعلم هي قلة وعي وإلا قلة دراية من القايمين ولا المسؤولين على إدارة المهرجانات والله بالنسبه لاداره المهرجانات حسب انا علمي معناها هكا معناها حاجه يعني فكره صغيره الفكره هي كونه اداره المهرجانات وليت تعطاها مثلا فنان عنده اقدميه ولا فما حاجه والله برشا اللي دومين الكل في تونس التكنيك ما عادش فهمت كيفاش وليت معناها سور لي باز يعني تكنيك ولا سور لي باز سيونتيفيك باش انك تحط انت انسان في بلاصه معينه ما عادش وليت هاني قلت لك بالاقدميه وتعرف فلان موالي لفلان تابع الحزب فلان تابع درا شنو واللي يجي يحط جميعته معاه هكاك هذاك علاش تشلكت وليت اسامي ما عندهاش حتى معنى تجي تطلع الكرتاج اللي كرتاج كان قبل شكون كان ينجم يطلع الكرتاج يعني التوانسه يبدو معناها فما فنانين وصلت حتى ماتت وكل شيء وما طلعتش حتى الكرتاج وهذا تو يغني غنيتين يلقى روحه يطلع الكرتاج ولا نقطه استفهام فهمتني حتى الذوق العام نحن بتاعنا بصراحه الذوق العام طاح على الاخر طاح بطريقه مش عاديه يعني حتى اذواق العبيد في الفن ولا اذواق العبيد في كيفاش تسمع الموسيقى والا حاجه ما فماش يطلع بغنيتين بربي اللي يطلعوا هنا مثلا سيبوزون في كرتاج ولا يطلعوا يعملوا في غناء بعد بفتره وينو اللي عمل الغنيه هذيك الفلان عام عامين يمشي على روحه معناه ماهوش فنان هذايا فهمت كيفاش تسمحوا له انه باش يطلع المسرح هرم كيما هكاك تي العرب تي العرب هو بون باش فما حاجه باش نقولها اللي كونه فما فنانين بالحق اللي طلعوا في كرتاج انا كي نشوف نور مهنا كي نشوف جورج وسوف كيما نشوف فلان اما زاد كي نشوف انا تامر حسني غنى ثلاثه ولا اربع غنيات قبل طلع بهم توا وينو ما عادش يطلع شيرين قالت معدنوس هاي توا باش تلقاها تطلع نهار 30 اوت وبرا شوف التعب وشوف درا شنو ولا ما عاد قايمين عن مهرجانات عاده ما معناها ما يبرروا اختياراتهم هذا يقول لك الشعب طالب هكا او نحن حشتنا هكا هما يسمعوا هكا ايش رايك والله يشوف باش نطوروا نحن ذوقنا وباش نطوروا لوحدين راه ما نجموش نقولوا هاو الشعب والشعب ونحطوا الشعب ونحطوا الشعب على خاطر الشعب كان نتبعوه نحن في برشا حكايات راه الذوق كيما قلت لك الذوق العام مشي فهمت كيفاش وتشوف انت مثلا اللي جون شنو يسمعوا وانا واحد منهم فهمت كيفاش رانا مقسمين ثم اللي عندهم ذوق يسمع في حاجه معينه ثم اللي يتبع حاجات معينه ثم اللي شكون يقرا حاجات معينه ثم شكون ما يقرا ماهوش الشباب تاعنا الكل راه يسمع في الراب ولا في الموسيقى مثلا الهابطه والا فما عباد عندها ذوق انا نعرف برشا عباد تسمع في موسيقى قديمه
وتشيخ عليها تقول انت هذا بتاع عمره ماهيش بتاع عمره. انا مش نقولوا راهو ذواق بتاع الشعب نمشيو به، وانت شكون انت؟ مسؤول على الشعب، انت مسؤول على الذوق تاع الشعب، دورت على الشعب واحد واحد سالته، وانت امبوسيبل كانت تكون سالت شعب كعبه كعبه شنو باش يختار. انت هاكا فهمتني وليت كوميرسيالمون وليت الحكايه، شنو تدخل لي فلوس، شنو تجيب لي؟ وهي راني قلت لك كلك سوا في الانستغرام كلك سوا في التيك توك وكل شيء تافهه، هي اللي تجيب برشا فيو وتجيب برشا حاجات. نفس الحكايه هو يقول لك زاد حتى انا باش ننفستي نجيب فنان معين ما يسمحوا لي حتى حد، نجيب فنان اللي هو معناه باش يعبي لي ولا حاجه. زاد ايلون ريزون هما راهو منها حاره ومنها تكويره الحقيقه، معناها برشا عبره صعبه قاعده في ماشيه في سبه لا تو على وزير الثقافه جديد. هي صحيح شجعوا على الثقافه فهمتي كذا، ثم ناس تشجع من الثقافه، لكن مش فهمتي اشباه فنانين يجيبون فوري خاصه بهم في العمله الصعبه. العمله الصعبه تو الدوله في حاجه فهمتي الاحتياطي العمله الصعبه، ما عرفش انا قداش عندها من يوم، تو عندها 100 يوم عمله صعبه، لكن احنا في حاجه لها. وفما موضوع اخر زاد يعني فهمتي الجزائري اللي قاعدين يدخلوا فهمتي ما خلصوا بالعمله الصعبه في الوتله، هي الفلوس هذه تمشي بنك سنترال ولا تمشي فهمتي مجموعات كالعاده فهمتي يلموها ويخرجوها لبرا. فما السؤال يلزم انا فما رقابه خويا فهمتي، هنا يلزم انا فهمتي المراقبين الاقتصاديه خويا فهمتي فهمتي عندهم خاطر امور مع خدمتهم ما عرفش خدمتهم فهمتي اي فهمتي السواح فهمتي بالعمله الصعبه فما كنترول عارف فهمتي على الوتله والعمله الصعبه هذيك تمشي ديريكت من السنترال البنك سنترال مش كيما قبل فهمتي عمله منها فهمتي يلموها فهمتي وتخرج فهمتي تحويل وتخرج لبرا فهمتي ونقعد فهمتي نخرج من المولد بلا حمص كيما يقولوا فيه. اسباب غياب الرقابه علاش ما يحبوش يوصلوا يعملوا رقابه؟ اسباب غياب الرقابه خاطر تاولا داو مفكه تاولا الدوله فهمتي بدات تلم في بدات تضمد في جراحه، خاطر الدوله كانت دوله فهمتي تحكمها قبل تحكمها لوبيات، كل لوبي شد قطاع، تمشي فهمتي وزاره التجاره تمشي للفوسفات تمشي للحديد تمشي للنقل تمشي للسياحه تمشي فهمتي كانت الدنيا مشده، والدوله حبوا يخلوهم هم شكاكه، لكن تو فهمتي بالفضل تو فهمتي اراده سياسيه فهمتي والحمد ربي برئيس باهي فهمتي يخاف ربي ويخاف مصلحه الدوله، يلزمنا انا توا فهمتي نقفوا معاه توا باش تبدا المحاسبه، باش تبدا المحاسبه توا بيحاولوا يا تونس فهمتي تونس راهي فهمتي تونس بلد غني ونحن فهمتي 10 ملايين 12 ملايين عباره حومه احنا في الجابون. الفنان كيف يجيبوا من برا مش باش يخلصك بالتونسي، باش يطلبوا منديل يقضي بهم عنده ما يعمل بهم، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه الاشكال الكبير كونه واش نجيبوا فنانين من برا؟ احنا عندنا فنانين من هنا وقت اللي خرجوا لبرا معناتها سكتوا العالم العربي الكل سكتوا حتى الاوروبي العالم في اوروبا سكتوا كيما بوشناق كيما صبر باعي و و و و و معناتها احنا كيف نجيبوا هذيك كريزيتي زايده معناتها عاملين زعما نحبوا نكتشفوا واحد انت تكتشف برا عندك الفيسبوك هاكا تفرج فيه في الفيسبوك خلينا نخدموا بالتوانسه علاش بطال هنا التونسي علاش الفنان هنا معناتها تحطمت الفنان هنا في تونس عليه معناتها انت عليه بيه انت يا اخي خلصوا الاخر باللورو والتونسي خلصوا باللورو زاد علاش تخلص فيه بالتونسي انت هذه حاجه وثاني حاجه معناتها شنو اللي باش يقول والله العظيم ثم فنانين اقسم بالله العلي العظيم يا يعاودوا في غنيات ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وطالعين بها حتى شيء اللي احنا عندنا لهنا اسمه جبالي وما ادراك محمد الجبالي عمل عبد الحليم كاسيت خرجت له ما عادش قداش من طبعه خرجوا عودوها قداش من مره انت تجيني كيما نقولوا مع كل احتراماتي يعني معناتها نحبوا مثلا فضل شاكر المتعلي نحبوا يعجبني شعاوت وغنى عبد الحليم وغنى عبد الوهاب وغنى ام كلثوم وغنى كل شيء معناتها عبد الوهاب نعطيه الانتاج هذا نعطيه لولاد بلادي يغنيوا وتصبح على خير وتوفى الحكايه والروح خليه يقعد لهنا على روحه علاش نخرجوا فيه احنا بدينا نطيحوا ديجا احنا ونزيد نفرق احنا احنا نموت معناتها ميتين من عند ربي باش نزيدوا قاعدين يعني نغرقوا في رواحنا مرحبا يحب يجي فنان يخلص بالدينار التونسي ويبات يا عزوتيل وفي واحد وكل شيء ويروح على روحه واموره اما ذي باش نخلص انا نزيد نجبد من معناتها من فلوس تسمى عندي انا فلوس الشعب تجبد من فلوس الشعب وتعطيه كيفاش قام وخي هذه حاجه زايده معناتها الفنانين هذوما يستحقوا فعلا انهم يكونوا موجودين في المهرجانات نتاعنا انا قلت لك احنا انا والله انا محبذ والله العظيم امنيتي كان جيت انا عندي سلطه وعندي يد باش نحط والله العظيم نجيب فنان اكس معناتها من بلاد عربيه ونجيب واحد تونسي ونحطهم الزوز يقولوا الزوز نعطيهم نفس البروجرام يقولوا ونشوفوا شكون اللي يأدي خير اعطيني فنان شرقي ولا حاجه يأدي التونسي كي طلع اسمه لا يرحمه اللي بالكمانجا كي عملوا له محير عراق ويعطاه محير عراق الاخر في مصر سكر فمه قال له استاذ توفى الحكايه لهنا فهمني.